شهدت منطقة تبت الشجرة في محافظة الإسماعيلية أقوى معارك حرب 6 أكتوبر، حيث استطاعت القوات حسم المعركة خلال 25 دقيقة بالاستيلاء على أسلحة ومعدات الموقع وأسر 50% من قوة الكتيبة الإسرائيلية المكلفة بتأمين المنطقة. ونظرا لأهمية الموقع، حاول العدو الإسرائيلي استعادته، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة. تبت الشجرة إحدى أهم النقاط الحصينة للعدو الإسرائيلي على خط القناة، ونظرا لارتفاعها عن سطح البحر 74 متراً فكانت تتولى مراقبة الضفة الغربية للقناة والسيطرة على منطقة مرتفعة تسمح بقصف مواقع قواتنا المسلحة. اقتحمت القوات المصرية الموقع بعد يوم ونصف من الهجوم المكثف، وتم تحريره في 10 أكتوبر عام 73 بواحدة من كتائب المشاة المدعمة بالدبابات. وخلال 25 دقيقة فقط استولت قواتنا على الموقع وأسرت 50% من قوة سرية المشاة الإسرائيلية والتي كان قوامها 150 فرداً. حاول العدو الإسرائيلي استعادة الموقع، إلا أنه فشل وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة.